لان مشاهدين في العقل شفتوا في ما لاحظتوا معنا بث مباشر بالضبط في مدينه الضربيطه العاصمه الاقتصاديه، يعني كما لاحظتوا معنا شوارع خاليه عز ازمه ديال هذا البرد القارس. يعني صراحه كيف ما لاحظتوا معنا شوارع مدينه الضربيطه خاويه من الناس، والناس داخلين المنازل ديالهم. يعني هذا احد اكبر شوارع المدينه، شارع ايميل زولا بالضبط في مدينه الضربيطه اللي كيتواجد بالقرب من وسط المدينه. حركة ديال صحاب السيارات أو مساعمين الطريق اللي قليلة بزاف، هذا ما يدل أن شوارع مدينة الضربيطة خاوية من الناس.
مشاهدين الكرام غادي نودعكم على ما نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.